هؤلاء الأئمة رفعهم الله. بماذا؟ بالإخلاص أولا، ثم باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وجدنا في ترجمة شيخ الإسلام ما يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام تركنا. يركز العلماء على تعليق الخلق بالخالق وعلى التمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مهم جدا. صنع أمور شيخ الإسلام هو في الحقيقة متبع فيها لمبتدئ، منها أولا الاعتقاد، وأراد إرجاع الناس إلى المعتقد الصحيح. جل مؤلفات شيخ الإسلام هو فيها قائل ناقد يكتب، نعم يقال أنه كان جهور الصوت، ينتقي من القرآن حيث أحب، كأن القرآن بين يديه. يذكر الشيخ الألباني رحمه الله يقول أنه كان إذا وقف على درس الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله يقول أتذكر ترجمة شيخ الإسلام، نعم من شدة ما يعني يسرد الأدلة سردا. يقال على ما ذكرنا في سبب التسمية الواسطية، يقال والله أعلم على الترتيب الذي ذكره العلماء في دراسة الواسطية والحمولية والتدمرية، يقال والله أعلم أن شيخ الإسلام توسط بالواسطية مع المخالفين، ثم حمى بالحمولية حمل العقيدة، ثم دمر عروش هؤلاء بالتدمرية. نعم والله أعلم. على الاعتبار نحن نذكر أحيانا يعني بعض المسائل وكذا، وقد يعني تكون مسائل مرجوحة فلا ضير يعني من ذكرها. أريد منكم بارك الله فيكم أن تراجعوا ما أخذنا الآن بعد الدرس على ما هي الطريقة في الدورات السابقة. الثاني الذي لم يحضر معنا الدورة الماضية ولم يحضر بخاصة كتاب التوحيد يبدأ من الآن يراجع ويكتب، ويعني لابد أن نغتنم الوقت في هذه الدورة. شروط الدورة: الشرط الأول المواظبة على الحضور وعدم الغياب، ولن نقبل أي عذر للغياب إلا الموت. واللجنة المنظمة للدورة أسأل الله سبحانه وتعالى وفقه من يحب ويرضى يتابع معنا هذا الأمر، الذي لديه مذكرة فارغة لا يدخل إلى البقاع. نعم عندنا مثل بالعامية يقول من دبك حب، اصبر على جفوة معلم فإن العلم في زفراته. والذي جاء ليتفرج على الدورة أو كذا هذا أحسن له أن يخرج، إما الموافقة أو المفارقة. نحن عرفنا هذه الشروط، فمعكم إلى صلاة الظهر نرى ما عليها المذكرات. الذي لا يعرف شيء هذا لا يسمح له أن يحضر معنا الواسطي. نسمع له إن شاء الله درس في الدروس المهمة في الأصول الثلاثة، لا عيب، بل هذه هي الطريقة الصحيحة، وهذا من الحرص والله. طيب إذن موعدنا الظهر إن شاء الله تعالى، أقل ما يكون حفظ الواسطية تحفظ لنا المقدمة. كانت هناك مسابقة في الجامعة الإسلامية، مسابقة في الخطابة، قام طالب وتكلم بالعقيدة الواسطية، اختيرت هذه من وأعطيه جائزة عليها، هذه مقدمة الواسطية. قلنا أن الطالب أحيانا قد يطلب منه إلقاء كلمة، ماذا يصنع؟ يقرأ عن العقيدة الواسطية، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، يسرد كتاب التوحيد سردا، فتحفظ لنا
المقدمة. قد يقول البعض لا يوجد وقت، ومن يتق الله يجعل له مخرج يرزقه من حيث لا يحتسب. تتعجب في ترجمة شيخ الإسلام، جهاد وسجن وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتعليم الناس وكذا، تتعجب كيف له أكثر من 1000 مؤلف. والذين جاهدوا فينا، جاء الوعد من الله، والله أي تقدير هنا قسم مقدر، لنهدينهم سبلنا. استغفر، حاول. في أول دورة مثلا كنا فيها، يعني ما اعتاد البعض على حضور الدورة والانضباط وكذا. الآن لو قلنا أنه يوجد درس واحد في اليوم يقبل البعض، قل لا أنا أحضر وراجع وكذا. نعم، طيب، فبارك الله فيكم. مع صلاة الظهر أو قبل الصلاة تكون المحاسبة على المذكرة القديمة، وكان جديدة تكتب فيها. خير، لو فقدت عجبا لأمر المؤمن أن أمره كله خير، يكتب في مذكرة جديدة يكرر. قلنا البعض الآن يقول لماذا يعني تكرر هذه الكتب وتشرح في كل دورة دروس مهمة، كتاب التوحيد، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، كذلك وسطية مكررها أكثر مرة، لماذا؟ هذا هو الذي عليه الأئمة. الشيخ بن باز رحمه الله في آخر درس في كتاب التوحيد سئل من بعض الطلاب ماذا ندرس يا شيخ بعد هذا الكتاب؟ قال كتاب التوحيد. قال يا شيخ الآن انتهينا من كتاب التوحيد، انتبه. قال هذا الكتاب يحتاج إلى أن يعاد عشرات المرات، وانت تسمع الان في كل مره ياتي فيها شرح تجد هناك فوائد وكذا. لو تسمع في كلام العلماء الان في الكلمات في المحاضرات في الدروس تجد ان كلام العلماء لا يخرج عن كتابين، في التوحيد العقيدي، كتاب التوحيد والوسطي في الغالب. نعم، ثم ما تستطيع ان تفهم الحمويه ولا التدمريه الا بدراسه وسطيه، ولا تستطيع أن تفهم الوسطية إلا بدراسة كتاب التوحيد. بهذا تصير تفهم، ولا إشكال إن شاء الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وأنا أشكر يعني كل من ساهم في إنجاح هذه الدورة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخنا الشيخ عبد الحكيم حفظه الله يعني خير الجزاء في يعني هذا التواضع منه حفظه الله في أن يعني أن أتقدم بين يديه بالكلام. وإلا والله الدورة هي للشيخ ليست لي، لكن الشيخ قال لابد أن تتكلم وتكون الدورة هذه في الواسطية وكذا. وبهذا كان السلف ما أرادوا الظهور ولا أرادوا أن ينسب لهم بعض الأشياء وكذا. قال أما إني لم أكن في الصلاة في كتاب التوحيد ولكني لدغت. أرادوا نشر العلم سواء كان ينشر هو أو غيره. أنت تعرف أن بعض الناس هدانا الله إياه يريد أن يكون هو العالم فقط. ولو تنظر في ثمرة عالم من العلماء مثلا، تسمع أحيانا أن فلان من الناس يدرس كتب سنين، لكن لا تسمع أن هناك طالب واحد ينتسب إلى هذا الشيخ ويدرس العلم الشرعي. صحيح موجود، موجود كثير. بل أحيانا هذا إذا تكلم يخرج الطلاب من الدرس يقول سبحان الله شيء عجب، جاء بقواعد وأصول وكذا، والله ما فهمت شيء. عالم عالم، هذا ليس بعالم. لكن انظر مثلا إلى ما كان عليه الشيخ بن عثيمين رحمه الله، أخرج علماء، نزل إلى مستوى الطلاب يكرر
ويشرح ويثابر، هذا هو العالم. يستطيع الشيخ أن يلقي كلمة ولا يفهم أحد شيء، ويخرج يتحدث الناس عن علم الشيخ والضبط للقواعد والأصول وكذا، هو ما عرف هذا. ثم لا بد أن تنظر إلى الثمرة، لأن هذا المهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، وأن يجعل هذه الدورة دورة على ما ذكرنا في الدورات السابقة. لم نأتي لا لجمعية ولا لفلان ولا لعلم، تين أخواننا إرضاء لله سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم الإخلاص. فلا بد أن نتعاون في هذا المكان، ولا نوم ولا لعب ولا اجتماع على شاهي أو قهوة كذا، وقت ضيق ولا بد أن ننجز. إذا أردتم أن أشرح الواسطية من الآن للظهر أستطيع بإذن الله، أسأل الله العون، لكن لا فائدة دون مذاكرة دون مراجعة دون حل الاختبارات. فتعاونوا معنا، بارك الله فيكم، والله أعلم، صلى الله على محمد.